صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، هذا صباح جديد نتمنى فيه لكم كل السعادة والرضا والعافية والأخبار اللي تسركم وتسر قلوبكم بإذن الله. وصباحك خير يا سوين. وصباحك وديان، وصباحكم يا أحلى مشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة اللي دائما نطلع عليكم فيها بفقراتنا المتنوعة والجديدة. ونبدأ وديان بأولى فقراتنا، حتكون موضوعها إيش اليوم؟ بنتكلم بموضوع تغذوي عن إرشادات حول التغذية الصحية للأطفال الرضع. فعلا موضوع مهم، وأيضا مشاهدينا حيكون في معنا حوار عن كيفية اختيار الطالب الجامعي أو تخصصه الجامعي بعد الثانوية العامة. ولدينا تقرير عن الزبيب اليمني ذو الجودة العالية والجهود المضنية للمحافظة عليه. وزي ما عودناكم مشاهدينا دائما نشارككم مجموعة من التقارير والأخبار المنوعة من كل أنحاء العالم. تابعونا على البث المباشر الآن على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة بلقيس، لا تروحوش مكان راجعي. وإلى أخبارنا المنوعة مشاهدينا، أقامت مؤسسة أثر الإنسانية للتنمية حفلا لتكريم 23 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في مدرسة شمسان بمديرية الشمايتين في محافظة تعز. وجرى التكريم بحضور واسع وكبير للمواطنين وقيادات السلطة المحلية، حيث ألقيت في الحفل العديد من الكلمات التي عبرت عن الاعتزاز والفخر بالجهد الذي بذله حافظة القرآن، والذي بدوره ينعكس على سلوك وأخلاق المجتمع. واختتم الحفل بتكريم حفاظ وحافظات القرآن الكريم والجهات الداعمة للمؤسسة وفاعلي الخير. لنستمع إلى رئيس مؤسسة أثر للتنمية الإنسانية وليد الدبعي والحافظة خلود خالد. في مؤسسة أثر للتنمية الإنسانية نقوم بتكريم 23 حافظا وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم البهيل. هذه البسمات التي ترونها على وجوه الآباء، على وجوه الأمهات، على وجوه الحفاظ والحافظات، إنها بهجة تسر الخاطر وتشرح الصدر. وما كان لهذه الفرحة أن تتم إلا بجهود متكاملة من قبل معلمي ومعلمات التحفيظ وفاعلي الخير والآباء والأمهات. أشكر الله تعالى على توفيقه لنا لحفظ كتابه الكريم، والذي جاء بعد جهود كبيرة مننا ومن المعلمين، وكذلك وقوف وتشجيع أمهاتنا وأبنا لنا، وإن شاء الله ينعكس حفظان القرآن الكريم على أخلاقنا وسلوكنا وحياتنا. نفع الله بهم الأمة، فعلا جهد كبير وجبار في حفظ القرآن الكريم، نتمنى لهم كل التوفيق. فعلا هذه فقط هي البداية، وإن شاء الله نشوف مزيدا من الخريجين. وننتقل الآن إلى خبرنا التالي. يواجه بعض السائقين نساء ورجالا صعوبة في ركن السيارة في أماكن ضيقة أو واسعة، والبعض منهم يمتلك مهارة في ذلك. لكن هل وصل أحد منهم لما وصل إليه هذا السائق الذي سجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في تحدي أضيق ركنة موازية بسيارة كهربائية؟ فقد سجل السائق البريطاني المحترف بول سويفت الرقم القياسي في غضون ثلاث ثوان فقط، وذلك خلال فعاليات معرض السيارات البريطاني الذي أقيم في مركز فار نوبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة المتحدة. وجرى السباق ضمن أصغر مساحة ممكنة بين سيارتين متوقفتين بموازاة خط أبيض على الرصيف، وقد حقق سويفت العديد من البطولات، منها بطل سباق السيارات البريطاني 7 مرات. كما نجح في تحقيق رقم قياسي جديد في تحدي الدوران حول مشاهدينا حول دراجة كهربائية، وسجل 7 أو 10 دورات في الدقيقة. نبارك له ما شاء الله، هذا مفروض ناخذ احنا النساء دوره عنده. انا اعرف اسوق بس في العاب الالكترونيه لكن الاسواق الحقيقيه لا. طبعا وديان للاسف الشباب اللي هم من عمر 15 سنه الى 29 سنه هم اكثر او سبب الوفاه الاول في حياتهم يكون دائما حوادث السيارات. لذا نتمنى فعلا نتمنى انه احنا نتعلم قياده السياره، ان نكون عندنا مسؤوليه وحس عالي. هذه قياده يعني فيها ارواح، يعني مش موضوع بس مجرد مهاره، لكن هذا الشاب فعلا اتقنها في 3 ثواني
فقط. ما شاء الله عليه، ايش تتعلم هذه التركينه. ونبقى مشاهدينا في عالم السيارات، فقد بيعت سياره كانت تقودها الاميره ديانا في ثمانينيات القرن الماضي مقابل 56,000 جنيه استرليني، اي ما يعادل 774,000 دولار قبل أيام فقط من الذكرى 25 لوفاتها. وقالت شركة سيلفر ستون للمزادات أنه كانت هناك مزايدة شرسة على السيارة فورد إسكورت آر إس توربو السوداء قبل إقفال البيع. ودفع المشتري البريطاني الذي لم يتم الكشف عن اسمه زيادة بنسبة 12.5% على سعر البيع وفقا لدار المزادات للسيارات الكلاسيكية. وتستعد بريطانيا ومحبو الأميرة ديانا في أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها، علما أنها رحلت في حادث سير مروع في باريس يوم 31 أغسطس 1997. طبعا سيارة ديانا سيارة تعتبر من النوع العادية، ليست فاخرة، حتى أنه قيمتها تعادل حاليا الآن إلى يعني أو في الفترة اللي كانت تشتريها كان 10,000 دولار تقريبا. يعني هي سيارة ليست بالنوع المعتاد اللي إحنا دائما نشوفه مثل هؤلاء الشخصيات المهمة، سيارة بنوع خاص بمواصفات خاصة، كانت مثل أي سيارة أخرى. وطبعا تركت الملكة ديانا الكثير في نفوس محبيها فعلا، وكان يعني وفاتها كانت صدمة بالنسبة للكثيرين، وخاصة أنها كانت تحظى بشعبية وكانت تسمى بأميرة القلوب. صحيح. وننتقل إلى أميرات أخرى، وديان فقد شغلت ميليسا أو ميليسيا رؤوف الشابة البالغة من العمر 20 عاما والمتأهلة لتصفيات النهائيات لمسابقة ملكة جمال إنجلترا ووسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت أول متسابقة تخوض المنافسة دون مساحق تجميل، وذلك في تاريخ المسابقة الممتد لقرن من الزمن. صراحة عندها شجاعة ما شاء الله. فقد تقدمت رؤوف وهي طالبة جامعية من جنوب لندن إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة لتنافس على التاج في نهائيات أكتوبر المقبل. وأشارت إلى أن هذه التجربة تعني لها الكثير، موضحة أن أغلب الفتيات يضعن مساحيق التجميل لأنهن مضطرات، أما هي فقد أرادت كسر القاعدة. ما شاء الله، في زمن عملية التجميل والمساحيق التجميل هذه الشركات تتنافس فيها، عندها شجاعة أنها تطلع من دون ما تحط ولا شيء في مسابقة جمالية. صحيح وديان، وأنا أشجع دائما النساء اللي دائما يكسروا الصورة النمطية حول مواضيع السيدات، إنه فعلا الجمال لا علاقة له بالمكياج، ومن تضع المكياج هي ليست سيئة، ومن لا تضع المكياج أيضا ليست سيئة، هي فقط حالة من التسويق التي وضعت في أذهان المجتمع أن المساحيق تعمل على يعني تغيير الملامح أو تجديدها أو محاولة لتشكيل النساء بشكل أو بآخر، لكن يبقى الجمال الحقيقي هو الثقة بالنفس. فعلا، وجمال الروح، وكل الناس جميلين بشكل أو بآخر. صحيح. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم، خليكم معنا. وإلى أولى تقاريرنا لهذا اليوم، الملاحات هي أحواض لاستخراج الملح من البحر، وكانت في السابق مصدر رزق كثير من العمال، لكن هذه المهنة بدأت بالاندثار خصوصا مع وجود الملح المستورد. في شمال لبنان ما يزال أحد منتجي الملح القلائل يكافح حتى لا تنقرض هذه المهنة التي ورثها من والده. في هذا التقرير التالي سوف نتعرف على الملاحات في لبنان وعن هذا الشاب الذي لم يترك هذه المهنة للاندثار. استخراج الملح من الشواطئ حرفة توارثتها الأجيال منذ قرون، كهذه الملاحات في لبنان والتي كانت مصدر رزق لآلاف العمال، لكنها الآن مهجورة وبالكاد تعمل كمنطقة جذب سياحي. عماد مالك
وهو أحد منتجي الملح القلائل في شمال لبنان، يكافح حتى لا تنقرض هذه المهنة. هيدي المصلحة من زمان كانت تعيش أعيال، وكانوا يعني إنتاج الوطني كان يعدي لبنان ويصدره لبرا. يعني بسنة 70-80، بسنة 1970-1980 كان عهد يعني الملح يعني أوج إنتاجه، ومثل ما بيقولوا يعني كان أغلى سعر بسنينا. بعدين بال 1990 تقريبا، بالتسعينات لسنة 2000، فتحوا الدولة باب الاستيراد قدام الملح المستورد وشالوا عنه الجمارك، فصار الملح المستورد واصل عند التجار على أنفه بأرخص من إنتاج الوطني بأرضه. الانهيار المالي في لبنان والأزمات المستمرة وارتفاع أسعار الوقود وانقطاع التيار الكهربائي أسباب دفعت مالك وغيره من القلة المتبقية من يمارسون هذه المهنة إلى العودة لاستخدام تقنيات إنتاج الملح القديمة الصديقة للبيئة. هلأ نحن هالسنتين، هيديك السنة وهالسنة، رجعنا شغلنا هون ثلاث دولي بالهواء شايفينهم قدامنا، وركبنا سولار سيستم، صرنا مثل ما بيقولوا ايكو فريندلي 100%، يعني ما بقى بحاجة لا فيول ولا عم نصرف بنزين ولا كهرباء ولا شيء، كل شيء صرنا محافظة على الطبيعة من سحب المي لإنتاج الملح. يعني تنتج أحواض مالك نحو 300 طن من الملح سنوياً، ما يعرف باسم الملح الخشن، وله استخدامات متعددة. هيدا الملح اللي شايفينه قدامكم، هيدا الملح الخشن، يستعمل هيدا الملح أكثر شيء للكبيس، لمعامل الجبنة، وكمان فينا نطحنه ونستعمله ملح للأكل عادي. يصارع مالك هو وطواحين الهواء من أجل ألا تندثر هذه المهنة، ويعزم على تعليمها لأبنائه كما تعلمها هو من قبل عن والده. فعلاً تواجه الكثير من المهن اليوم مع التطور التكنولوجي للاندثار للأسف باستخدام الناس هذه الوسائل الجديدة لاستخراج الملح، لكن تبقى الطريقة التقليدية هي الأفضل دائماً. وهذا الشاب أخذ على عاتقه هذه المسؤولية. صحيح. وفوائد الملح كثيرة يا سمية، واعتقد انه ما حد يقدر يستغني عن الملح. صحيح. وما انت تتكلمي على تغذيه وديان، خلينا ننتقل الى فقرتنا التاليه للحديث عن تغذيه الرضع. تشعر الكثير من الامهات بالحيره عند استقبال المولود الجديد، خصوصا اذا كان الطفل الاول، وتبدا الاسئله حول ما اذا كان يجب اطعامه، وما هو المناسب، وما هو الطعام الصحي والافضل. فالأم تحرص دائماً على تغذية أطفالها منذ اللحظة الأولى التي تحتضنه فيها، وتهتم كثيراً بنوعية الغذاء الذي ستبدأ به، لكن المعلومات المتضاربة تصيبها بالقلق. فما هي التغذية السليمة والصحية والمفيدة التي يحتاجها الطفل الرضيع؟ وما الذي يجب على الأم معرفته حول ما يحتاجه طفلها، ومتى تبدأ بإطعامه؟ عن تغذية الطفل الرضيع وما يتعلق به نتحدث اليوم مع ضيفتنا المستشارة الصحية الصيدلانية فاتن أبو قبع في صباح بلقيس. صباح الخير. صباحك. صباح النور والسرور، ما شاء الله عليكم، مواضيعكم دائما يعني تكون هيك حميمية وحلوة. وأولا الحمد لله على السلامة، الله يسلمك يا رب. الجديد الله يبارك فيكم يا رب. رؤية. رؤية الله يخليها حبيبتي. الله يسعدك. فاليوم حيكون موضوع خبير وتجربة إن شاء الله. والله فعلا أنت اليوم فعلا الطبيب المجرب يعني. صحيح بإذن طيب. الله تعالى إن شاء الله نفيد الجميع معلومات مهمة فعلا بإذن الله. فعلا. إن شاء الله. طيب نبدأ معك يا دكتورة حول موضوع ما أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة لتغذية الطفل الرضيع. جميل جدا، الحمد لله بحس إنه يعني معلومة مهمة، إنه صار في وعي عند الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية، ما عاد يلجؤوا كثير الرضاعة الصناعية، فبتلاقي من خلال مناشير وسائل التواصل الاجتماعي لا انه حريصات انه يستمروا ويواظبوا رغم متاعب الرضاعه الطبيعيه. هلا فوائد سبحان الله، الحليب الطبيعي من الام هو هديه للرضيع، هديه من رب العالمين، يعني سبحان الله لو نعرف شو تركيبه هذا الحليب ونشوف ماده شو داخله لنقول فعلا ما اعظم رب العالمين كيف عم يغذي هالرضيع، يلي خصوصا باول ايامه في ماده اللبق وهي الحليب الاصفر اللي بيسموه في اوروبا السائل الذهبي. ولما نقول السائل الذهبي نحن ما عم نبالغ ابدا، انه بيبيعوا الواحد غرام في هذا اللبق او السائل الذهبي تماما يعادل واحد غرام من الذهب، على بسبب قمه او يعني خلينا نقول قد ايه في بروتين، في اجسام مضاده، في فقط يكفي 5 ميلي للطفل الرضيع في اي في الاسبوع الاول من هذه الماده تكفيه، يعني بحجم حبه الكرز
تكفي هذا الطفل الرضيع، لانه غني جدا بالبروتينات، غني جدا بالاجسام المضاده، وغني جدا تقيه من الامراض المعدية. فبتلاقي لو سبحان الله كان في وسط يعني مرض، طبعا نقول ممنوع تقبيل الرضيع، ممنوع الاختلاط فيه، دائما نحاول انه بنقوله بس اذا في قبلوه من ايده، قبلوه من رجله، أيوة. قبلوه من وجهه. لكن رغم هذا الشيء بنلاقي مناعته قويه، مناعته يعني سبحان الله. طبعا هو من بفضل ماده اللبق هذا السائل الذهبي. هلا فوائد الحليب الطبيعي خلينا نحكيها، أيوة. ينقسم الى قسمين، قسم يفيد الرضيع وقسم يفيد الام المرضعه، في نقطه كثير مهمه ما بدنا نخفى عنها. وهذه حاجه ما تعرفها الام، تمام، مشان تكون بالعكس على حماس ودافعيه اكثر انه تستمر رغم صعوبه الرضاعه الطبيعيه، وفيها تعب وفيها وهم بيكون وفيها ارتباط، لكن فوائده للرضيع رهيب جدا، مو بس فتره اثناء فتره الرضاعه اللي هي تمتد الى سنتين، وانما ما بعد حتى على الكبر، يعني حتى لما يصير انسان بالغ راشد تفيده، تحمي من السمنه، تحمي من البدانه، تحمي من هشاشه العظام، تحمي من السكتات الدماغيه، تحمي من امراض كثيره جدا وهي منتشره تعتبر الامراض المزمنه حاليا. صحيح. اما في فتره رضاعته فبنقول انه هي فيها اجسام مضاده، يعني حترفع مناعه الرضيع. نحن بنعرف الرضيع لما بينولد بتكون جهاز المناعه عنده غير مكتمل، فبده ينمو، مع نمو بينمو الجهاز المناعي، فهذا الحليب هو راح يقدم الاجسام المضاده تتماثل مع نمو الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك لا يحتاج إلى تسخين، لا يحتاج إلى غلي، أيوة. تمام، هي نقطة كتير مهمة، لا يحتاج إلى تعقيم. إحنا الببرونات والحليب الصناعي، أيوة. شغال الأم بتكون بالتعقيم والغلي والتسخين وبرد الحليب، حاجة مجانية كمان، تمام، هو مجاني، هذا الأهم في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا عم نعيشها. فهي نقطة كتير مهمة. بالإضافة العلاقة الحميمية بين الرضيع وبين والدته، فتلاقي أحيانا الرضيع يعني سبحان الله خامد أو هاء أو في حضن أمه بدون ما يرضع، بس حابب، أو مثل بيقولوا عم يبكي إنه بده يقعد بحضن أمه. اما بالنسبه للام فهي نقطه كثير مهمه انه انت عم تقي نفسك من سرطان الثدي، نحن شايفين انه انتشاره كبير جدا. صحيح. وواسع جدا، وسرطان المبيضين، فهي النقطه انت عم تقي نفسك من امراض خطيره مزمنه، ونفس الوقت عم تقي رضيعك، عم تقدمين له افضل الغذاء بافضل المقاييس بافضل المعايير، وعم تحميه لما يصير شاب بالغ انه حتى يصير عنده كفاءات وقدرات ذكائيه مختلفه عن اللي بياخذوا الحليب الصناعي. فيعني بالعكس احيي كل ام مرضعه مني. أهلا حليكي. الله يبارك فيكم يا رب. طيب دكتورة، إلى متى تستمر الرضاعة؟ يعني بالرضاعة فقط، وهل يمكن أنه تضيف شيء إلى جانب الحليب مثلا ماء؟ سؤال مهم جدا. هلا في معلومه مهمه عند الامهات، بيقولوا لك انه حليبي ما عم يكفي، حليبي قليل، ما عم يشبع رضيعي. فنحن بنقول مو كل بكاء للرضيع معناته حليبك ما عم يشبع، او حليبك غير كافي، او كميته قليله. الرضيع بيبكي مو بس لانه جوعان، احنا باعتقادنا اذا عم يبكي او بكاء مثلا الرضيع ربما يكون ممغوص، ربما يكون سبحان الله الرضيع كان قاعد بقوقعه صغيره مظلمه معتمه، بينزعج من الملابس احيانا، بينزعج من الاضواء، من الاصوات، متعود على اصوات المعده والامعاء، اصوات معينه داخل رحم الأم. فلما بينزل على الدنيا مو معناته أنه كل بكاء رضيع حليبي ما بيكفي، التجأ للحليب الصناعي. هذه معلومة خاطئة جدا. كلما زدتي عدد رضعات الحليب لرضيعك رح يزيد، رح يصير في إدرار مزايد، يعني الغدد والهرمونات بتشتغل وبيزيد في إفراز الحليب. فلذلك شو بنقول نحن أنه مدة الرضاعة هي بياخد فيها 3 شهور، أول 3 شهور مهمة جدا جدا، يعني تواظف فيه حتى الأم العاملة هون حتى تكسبي المناعة على طفلك. هلا بالقرآن ذكر وفطامه في عامين، يعني يستمر للسنتين، لكن بنقول ممكن لثلاث شهور، والأفضل للسنة، والأفضل للسنتين. يعني هي مقاييس 3 شهور وسنة سنتين. ليش بنقول للسنة؟ إنه لما السنة نحن نقول بعد السنة صار الطفل تخف عنده علامات الحساسية، بإمكانه يتناول أي مادة غذائية وما منخاف إنه تطلع عنده علامات الحساسية. لكن متى ندخل الطعام؟ اطلاقا وقولا واحدا ليس قبل 6 اشهر. فهي نقطه كثير مهمه، بنلاقي من عمر الشهرين 3 يبلشوا يلا ضوئيه هلا لحسيه هلا خلوني الطعام تماما، قاعدين على الطعام وبلش الطفل يرفرف ايديه ورجليه وعيونه عم تحوس حول الطعام ويقول مشتهي طعام. فهذا خاطئ جدا جدا، لانه المعده والامعاء والجهاز الهضمي ككل غير مهيئ لاستقبال اي ماده سوى الحليب. أيوة. سواء الطبيعي او الصناعي. يا سلام، انت الان حددتي الوقت المناسب. تمام، نجي الان لايش اول اكله المفروض انه يجربها الطفل؟ هي بتحتار فيها كثير، أيوة. أرجوكم الطفل مش حبار تجارب، حليب طبيعي أو حليب صناعي، وليس الحليب البقري. أيوة. حليب البقري بعد العمر السنة بإمكان إدخاله لغذاء الطفل. ماذا نبدأ؟ هلا في مدارس، في 3 مدارس موجودة بطب الأطفال أو طب الرضع. المدرسة الأولى بتقول خلينا نبلش بالخضروات، المدرسة الثانية بتقول لا خلونا نبلش بالفواكه، المدرسة الثالثة بتقول لا خلونا نبلش بالحبوب، يعني الرز، الشوفان، منقوع الرز، السيرلاك أو شو بسموها، الباكيتات. أيوة. الموجودة. أيوة. بالصيدليات
أغذية جاهزة. فكل مدرسة تكون حسب البلد اللي فيها، يعني المدرسة اللي قالت الخضروات بقول لك ما لازم تعود الطفل على طعم المذاق الحلو، إنه إذا عودتيه على الطعم الحلو رح يرفض أي طعام آخر. مدرسة تبع الفواكه بتقول لا، الطفل هو متعود على الطعم الحلو من حليب الطبيعي أو الصناعي، فلازم نبدأ بالفواكه حتى ما يرفض الطعام، متعود على المذاق الحلو. مدرستنا نحن بلاد الشرق أو البلاد العربية هي اللي تعتمد على منقوع الرز أو مهروس الرز أو الشوفان أو القمح، فنحن نعتمد على المدرسة الأخيرة اللي هي نبدأ فيها بمنقوع الرز أو منقوع القمح أو منقوع الشوفان. حتى نروح عند أصحاب البهارات نقول لها هات الخلطة تبع نحن بنأكلها الكبار طيبة بتكون فنبدأ فيها، سواء كانت اصطناع منزلي، يعني إذا كانت الأم عاملة بإمكانها تستعيد أو يعني تستعين بالمواد الموجودة والباكيتات بالصيدليات، أو بإمكانها هي تعملها بالمنزل بمطر بانات صغيرة وتحطهم بالبراد بإمكانها. إذا نبدأ بمنقوع الرز، منقوع القمح، منقوع الشوفان من عمر 6 أشهر، وتدريجيا كل أسبوع بتدخل مادة غذائية معينة. يعني بدأتي بالأسبوع الأول منقوع الرز، الأسبوع الثاني بتساوي منقوع الشوفان، الأسبوع الثالث منقوع القمح. لا نخلط مادتين غذائيتين مع بعض خوفا من حدوث حساسية للطفل. نحن نقول الجهاز الهضمي اللي عند الطفل غير مكتمل، فمهيئ مباشرة أو عنده استعداد للحساسية، فنحن بدنا نفصل بين كل مادة غذائية ومادة غذائية حتى لو لا سمح الله لو صار حساسية نعرف انه من هي المادة عنده تحسس، وبالتالي نبتعد عنها لا سمح الله. طيب دكتورة، ما الذي يحتاج الجسم الرضيع من فيتامينات ومصادر غذائية، وايش هي المصادر اللي تناسب الطفل؟ تمام، هلا تحت ال6 أشهر ما هو معتمد على الحليب الطبيعي، فقط يحتاج الى فيتامين د كنقوط فقط لا غير تحت ال6 أشهر. سبحان الله حليب الام فقير جدا وهو افقر ماده فيه الحديد، لكن كبد الرضيع بيكون مخزن خلال فتره وجوده برحم الام بالحديد، فهو بيطرح الكبد الحديد. بعد ال6 أشهر بتقول مخزون الحديد عند الرضيع اصبح صفر خلاص، فشو بده يعتمد على الغذاء. لذلك من هون استندنا انه بعد 6 أشهر علينا بادخال المواد الغذائيه وخاصه الحديد، وهون بنلجأ نستمر باعطاء فيتامين د. اذا قبل 6 أشهر فيتامين د فقط مع الحليب الطبيعي او الحليب الصناعي، بعد 6 أشهر ندخل نستمر باعطاء الحليب الطبيعي او الحليب الصناعي مع ادخال المواد الغذائيه كل اسبوع ماده غذائيه معينه، وتعطى استمرار فيتامين د مع نقط الحديد. الحديد ضروري جدا نستمر فيه حتى عمر السنه، لانه الطفل او الام ما بتكون عارفه لسه شو طفله رح يتقبل، فهو مخزون الكبد من الحديد بيكون خلص صار صفر خلال 6 شهور. فلازم نعين الرضيع بنقط او مسموه داملة او يعني داملة بالحديد حتى نعين كبد الطفل وما يصيبه لا سمح الله انيميا، او يصير في عنده نقص في النمو او ضعف مثلا يصير وزنه لا يلائم او غير مناسب لعمره. فهي نقطه كثير مهمه، فيتامين د فقط والحديد مع الحليب مع المواد الغذائيه لتدخله. فعلا هذه نقاط يعني للاسف حتى عندنا في اليمن كثير مواليد يتعرضوا لفقدان او نقص الحديد في اجسامهم في سن صغيره جدا، وهذه بالتالي بنلاقي نحول، نقص في الجسم، نقص بالمناعه، نقص بالنمو، حتى ضعف بالتركيز. بسأل الطفل بتلاقي انه ما عم يزحف، ما عم يمشي، ما عم يوقف، تسنينه اقل، هي بسبب نقص التغذيه. صحيح. طيب نجي لموضوع عدد الوجبات، يمكن الامهات الان خايفه كم مره اكل طفلي، وهذا موضوع حساس دكتوره. صحيح. ايش يعني العدد المناسب عشان نعرف كم الكميه اللي يحتاجها طفلي، الكميه الصحيه؟ تمام، هلا بنقول الوجبه هي عباره عن 3 ملاعق فقط، ملعقه الشاي الصغيره تكفي الطفل، هي بدايه يعني بعد 6 شهور. فما تقول احنا متعودين للاسف انه كل ما حطينا صحن وعبينا ويلا بلشنا لطعم الطفل. أيوة. فهي هي نقول انت يعني لا تكوني سبب حتى تمط معده الطفل، ولا سمح الله لما يصير بسن المراهقه او لما يصير بالغ يصير عنده بدانه. أيوة. فانت متعود على الجرعات الكبيره، تماما، انت معدته بصير بتكبر كل ما من هذا العمر، يعني من هذا العمر بصير المعده هي عباره عن مطاط، كيس. أيوة. مطاطي، فكل ما ضفتي له وجبه غذائيه او زدتي له الوجبه انت عم تساعدي في تكبير حجم المعده. فثلاث ملاعق صغيره في بدايه هي كافية للطفل كوجبة مبدئية. أيوة. عدد الوجبات تكفي وجبة واحدة خلال عمر 7 أشهر، في 8 شهور بصير وجبتين، 9 أشهر بصير 3 وجبات مع عدم إيقاف الحليب. نحن بدنا ننتبه إذا الطفل صار يرفض الحليب وصار يلجأ للطعام، لا بقول لك اسحبي وجبة، خلي الحليب مستمر حتى عمر السنة. فهون الأم بدها تكون حكيمة، إنه أنا ما بدي طعميه مقابل الحليب، ونفس الوقت ما بدي ما طعميه في مقابل الحليب. بعض الأمهات بتقول لك خلص أنا ايش طعمي ابني طالما عم يشرب الحليب، بتفرح إنه عم أعطيه ببروني فخليه يشرب. بقول عكس تماما، هذا خاطئ. كثرة الحليب أو زيادة الحليب بعد عمر 6 أشهر حيسبب عنده أيضا أنيميا، رح يسبب عنده فقر دم. لذلك بنقول بده يصير في توازن، وجبة واحدة بعمر 7 أشهر، وجبتين بعمر 8 أشهر، 3 وجبات بعمر 9 أشهر، وتستمري لعمر السنة مع الحليب. طيب هذا بالنسبة للوجبات دكتورة، الآن نجي مثلا للسوائل، العصائر، الأعشاب، تعرفي احنا العرب وكمون. أيوة، ما نقصرش شاطرين فيها. مظبوط.
للأسف لما نقول الطفل دائما بنحكي لما بيكون ممغوص ما بيحتاج الكمون ما بيحتاج ينسون ولا بيحتاج تعطيله. والله الأمهات للأسف يعني أنا كل بحكي بحكي يمكن وبنشر إنه يا جماعة بس بقول لك ستي وجدي وأنا تربيت هيك وليكني ما أحلاني ما فيني شيء. نحن نقول هاي العلامات والظواهر والأعراض اللي تظهر مو حتظهر حاليا، ليش عم نشوف قولون عصبي منتشرة جدا؟ ليش عم نشوف آلام في المعدة وقرحة بشكل يعني نسبة كبيرة جدا؟ بسبب الأشياء اللي عم ترتكب فيه واحد عمره بالأيام. لما بيكون طفلك ممغوص يعني في الحمد لله أدوية صارت موجودة بالصيدليات، نقول كمان حتى مسات بالزيت، في صار عندنا أحزمة في موجودة حبيبات صغيرة بنحطها بمي ساخنة وبنحطها على بطن الرضيع بتهدي شوية هز تكون بيقولوا يعني بالمهاد واحد يهزه للرضيع. هي كل الأمور تغنيك عن يعني أنك تعطيه الكمون واليانسون القصص اللي ما بنعرف فيها لا سمح الله تسبب حساسية للرضيع، أحيانا بتزيد المغص لأنه القولون والجهاز الهضمي غير مستعد يعني رب العالمين مش متعود وهو مهيئ فقط لاستقبال الحليب. يعني المواد البروتينية الموجودة بالحليب فقط لا غير، فلما عم تضيفي له مواد أعشاب وقصص يعني ربما تكون سامة فيها تكون مواد لا سمح الله تؤدي إلى فعلا نوم الرضيع وما بيعوده بيستيقظ كثير بيجيك حالة أنا أعطيته ينسون ما عاد فاق الرضيع بطل يرضع فبينقص عنده منسوب سكر الدم الجلوكوز وبيفوت بغيبوبة، فأنت عم تعرضي طفلك لمخاطر أنت بغنى عنها. فأساليب أخرى للمغص موجودة وهي آمنة، المساج مثل ما حكينا، نقاط المضاد للمغص، البروبايوتيك صار موجود وهو رقم واحد عالميا بخفف المغص عند الرضيع وبيعطيه فيها أريحية للأمعاء. إحنا كتير نعرف الرضيع عنده غازات أو حتى بعد رضعة الحليب تلاقي بصير عنده تجشع، فهي نقطة كتير مهمة إنه الأم بعد كل رضعة تعمل له بوضعية ويصير في عنده تضرب له طبطبة على ظهره حتى يطالع الغاز أو الهواء اللي دخله أثناء فترة الرضاعة وبالتالي الرضيع رح ينام بهدوء بعد وجبته. كيف نقنع الأمهات الأولات؟ إن شاء الله نكون ما نسمع لكلام لا جارتي ولا خالتي ولا من وسائل التواصل الاجتماعي ولا من الجروبات، خلينا بالعكس نتثقف من مصادر موثوقة. يكون عندك طبيب وثقة صفحة ثقة تسألي فيها، وخاصة لازم يكون في أول 6 شهور متابعة عن طبيب دوري يشوف وزنه يشوف طوله يشوف محيط رأسه وانت اسألي استشيري لا تسمعي. معلش نحن باحترامنا للحموات مع احترامنا للجدات مع احترامنا للأمهات بس لازم يكون صار في وعي أكتر وبإذن الله نحن بنحكيهم بأسلوب لطيف للكبار السن بيفهمونا بيستوعبونا أنه نحن بدنا مصلحة الرضيع فعلا. طبعا الأمهات الجدد هم أكثر من يرتكب الأخطاء. إيش هي أشهر الأخطاء اللي تقع فيها الأمهات بخصوص تغذية الرضع؟ يعني هي أكثر الأخطاء بقولك إنه بترضع الطفل وبتحطه مباشرة ما بتعطيه تدشاي، هي نقطة كتير مهمة لأنه حتسبب تلبك معدي عند الرضيع ونفس الوقت مغص، هي نقطة كتير مهمة تجي وتطولي بالك بده وقت الرضيع مو إنه والله مرتين وخلص لا بيحتاج أحيانا ربع ساعة وموقفته على كتفه وطالع الإيتين على بنحطه وراء الكتف وبصير في طبطبة صغيرة على صدر على ظهر الرضيع من منطقة الصدر من الخلف، فهي نقطة كتير مهمة. أخطاء تانية إنه يعني نوم الرضيع لما بتنيم الرضيع ما تنيمه بطريقه مسطحه او تنيمه بطريقه مسطحه يكون راسه مايل لانه الطفل معرض للاستفراغ هو ونايم فلما بيستفرغ وبيكون راسه منتصب لا سمح ممكن يتشردق ويفوت بمجرى التنفس ويختنق الطفل. وسمعنا حوادث جدا بالأسف. جدا هي نقطه كثير مهمه، فانه بيكون راسه قليلا يعني اعلى من صد من جسمه او انه يكون راسه مايل اما يمين او يسار، وجميل انه بين كل رضع ورضعات بتبين له راسه حتى ما يصير شكل راسه متطاول انه مره يمين مره يسار في حاله لا سمح الله استفرغ ما يصير في حاله اختناق. النقطة المهمة انه كمان نبتعد عن المشروبات وآلة وإيلة وخالتي وعمتي وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع المشروبات. النقطة المهمة انه لا تصدقي انه حليبك ما بكفي، هي نقطة كثير مهمة يعني يا ريت توصل لكل انحاء العالم، ما في ام انه حليبها ما بكفي، ما في ام تقول حليبي غير مغذي، انه انا طفلي ما عم ينمو، عنده نقص في الوزن، نحن فقط بالاسبوع من 17 ل 30 غرام كافي لزياده وزن الرضيع، احنا ما بدنا يكون دبدوب وعجعوج وما شاء الله عنده خدود، مو هذا هو النمو الصحيح، النمو الصحيح فقط تكون نسبه زياده الاسبوعيه من 17 الى 30 غرام، والمتابعه الدوريه مع الطبيب مع اللقاحات كل شهر هو راح يطمنك انه انت زياده وزنه رضيعك كافي، ما في داعي تدخلي له الحليب الصناعي، ما في داعي تقولي له ميت الرز، انا بنقعله كثير بنسمع ميه التمر ميه الرز ميه الكمون حننقعه ونشربه لانه الطفل ما عم يسكت ما عم يشبع من حليبي. كلمه حليبي ما عم يشبع رضيعي حليبي ما بكفي رضيعي خاطئه تماما، رب العالمين هو ادرى بنمو طفلك هو ادرى شو المواد الكافيه لرضيعك حتى زرعه بمنطقه بالحليب وتهتم الام بتغذيتها الله ينور عليك هي هي اهتمي بغذائك وشرب السوائل، السائل بيجيب السائل شوربات الخضروات البقدونس التبوله اكثر من شرب الماء اكثر من شرب العصائر المفيده طبعا هي كلها حتعطيكي حليب وكلها حيزيد تغذيه فيه وكلما زادت عدد الرضعات
كلما زاد إدرار الحليب، وخاصة فترة الليلية. بنقول زيدي يعني مرة أو مرتين، خلينا نقول رضعات الليلية، لأنه هي تحفز خلال فترة النهار الغدد المسؤولة عن برولاكتين هرمون الحليب على إفرازه، وبالتالي بزيد إدرار الحليب. طيب دكتورة، سؤال أخير، يعني إحنا زي ما قلتي دائما ما تقول الأمهات إنه حليبي ما يكفيش، كيف تعرف الأم إنه طفلها يعني يتلقى التغذية الصحيحة؟ سؤال جميل جدا جدا. أنا كيف بدي أطمن إنه حليبي كافي وعم يشبع؟ أول شيء بنقول إذا كان عم يخرج لونه أصفر لين، البراز لونه أصفر لين، فهذا دليل إنه طفلك عم يشبع. إذا كان عدد مرات الخروج من 3 إلى 5 مرات أو من 3 إلى 4 مرات، فهذا يكفي إنه أنت رضيعك عم يشبع. إذا كان نومه خلص عم ينام الطفل ما عم يبكي كتير مثلا، فهذا ما دليل إنه عم يشبع. إذا كان نموه وزنه الأسبوعي من 17 إلى 30 غرام وعم يزيد خلال شهر نصف كيلوغرام، فهذا إذا كافي، حليبك كافي وعم يشبع طفلك، وما في داعي تقولي أو تسمعي إنه حليبي ما عم يكفي وتزرعي هالسلبيات بعقلك الباطن إنه حليبي ما عم يكفي، حليبي ما عم يشبعه، حليبي ما عم يخليه يكبر وينمو ويصير لك حليب ابن عمي ابن سلفي أو جارتي، إذا خاصة في نفس العمر بتقارنه ليش شلون عجعوج كربوج أنا ابني سنحيف. لا أبدا أبدا، لا تعتمدي على شكله ولا على خدوده المعجعجة، وإنما على وزنه. إذا كان عم يزيد وزنه تابعي في بالبيت أو تابعي مع طبيبك، وبإذن الله تعالى بتكون أموره بخير. الله يعطيك ألف عافية دكتورة، وفعلاً الله يوفق يعني ويعين كل الأمهات في هذه الفترة. مأجورين بإذن الله مأجورين، يعني فترة صعبة بالأخص يعني السهر والتعب، لكن هي لحظات جميلة فعلاً زي ما قلتيها دكتورة فاتن أبو القبع. شكراً لتواجدك معنا في صباح. الله يبارك فيكم يا رب، مشكورين جميعاً. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. تمتلك اليمن خيرات تجعلها تغطي احتياجها المحلي وتنافس السوق الدولي لولا الكثير من المعوقات والصعوبات التي تحجبها من التقدم والتنافس للأسف. واحدة من هذه الخيرات الزبيب اليمني البلدي المتميز بمذاقه وجودته، ولكي نتعرف على تفاصيل صناعة الزبيب في اليمن وكيف يتم عمله نشاهد التقرير التالي. هكذا يتم تحويل هذا العنب إلى أجود أنواع الزبيب في العالم بلونه المميز ومذاقه الفريد. في هذه المزرعة يبدأ تجفيف العنب في مكان مخصص له، ليتحول خلال 50 يوما إلى زبيب يتصدر بجودته كل الأنواع في العالم، وهو الذي يحتل واحدة من المراتب المهمة من محاصيل الفاكهة في اليمن. بعد أن يتم قطف العلم من المزارع مباشرة، نقوم بإعذار إلى المكان المتواجد أو ما يسمى مكان التجفيف، وهي المكان الذي يتم فيه تحويل العنب من عنب إلى زبيب. المكان هذا يطلق عليها أو بالمصطلح العامي العوجة. يتم رص العنب بالطريقة التي تشاهدونها. تبدأ العملية القطف إلى أن يتم عملية جفاف الزبيب مما بين 40 إلى 50 يوم. تفيض الأسواق بالزبيب اليمني البلدي بسعر خيالي يفوق قدرة المشترين، بالإضافة إلى كثير من المعوقات التي تعترض التجارة المحلية، وهو ما سمح لظهور الزبيب المستورد ومنافسته بالسوق المحلية. المزارع هذا اللي كان يهتم بالمزرعة حقه ويعني ويتي منتج ما شاء الله ويخرج السوق له قدره وله قيمته، خلاص دحين حاربوه بالزبيب الخارجي. الزبيب الخارجي هذا ضيع لنا 50-60-70% عن الزبيب البلدي. بالخروج عن الطريقة التقليدية، أقبل علي جار الله على تقديم الزبيب البلدي اليمني بصورة تستحق جودته ومذاقه الفريد، ثم تقديمه للسوق بالشكل الذي يليق به كواحد من أهم المنتجات المحلية التي تواجه صعوبة في الحفاظ عليه وإيصاله للسوق الدولية. أنا من وجهة نظري أن بدل
أو أحد الطرق التي ستساهم في مواجهة الزبيب الصيني هي الاعتناء وطريقة عرض المنتج اليمني أو طريقة عرض المنتج البلدي. يعني لا بد أن يخرج المزارع ولا بد أن يخرج البياع أو تجار الزبيب من السوق التقليدي وطريقة عرض المنتجات الزبيب اليمني بصورة تقليدية. تمتلك اليمن من خيرات ترابها ما يجعلها تنافس الأسواق الدولية، أتغطي الاحتياج المحلي لولا الكثير من المعوقات والصعوبات التي تقف بينها وبين هذا التقدم والتنافس. الزبيب اليمني هدية الملوك في الحضارات القديمة اليمنية، الحضارة السبائية والحميرية، رفيق الأعياد والمناسبات المهمة، أهمها العقد. أيوة عقبال ما ناكل زبيبك يا وديان. إن شاء الله. أذكر كيف لما كنا نحضر يعني نشوف الرجال كيف يتنافسوا الزبيب وإحنا النسوان نقول خلوا لنا شوية. أيوة صحيح. يعني فعلا عادات تقاليد جميلة، ومثل ما قالت الأغنية يا زبيب الجبل يا رازقي يا مجول، يعني حسب ما أتذكرها. صحيح. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرتنا التالية معكم، وبعد الانتهاء من مرحلة الدراسة الثانوية يغدو اختيار التخصص الجامعي هو أكثر ما يشغل بال الطلاب لأنه سيحدد مستقبلهم. كما أن اختيار التخصص الجامعي ليس مرهونا برغبة الطالب فقط، بل أيضا وفق نتيجة امتحان الثانوية العامة، مما يجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدا. ومن أجل ذلك يحتاج اختيار التخصص المزيد من الوقت والاهتمام حتى لا يقع الطالب في مشكلة الاختيار السيء الذي قد يؤدي إلى دراسة تخصص دون حب وشغف، أو تغييره في منتصف رحلة التخصص الذي لم يتوافق مع اهتمامه وطموحاته. في هذه الفقرة نسعى لإرشاد الطلبة بكيفية اختيار التخصص المناسب وربما اكتشاف تخصصات جديدة لم تخطر ببالهم. للحديث أكثر مشاهدينا عن ذلك نستضيف معنا الأخصائي الاجتماعي أنور العقاب، ويسعد صباحك. يا اهلا، صباح النور. نورتنا مره ثانيه معنا في صباح بلقيس. الله يخليك، نوركم طبعا اكيد. طيب انا مش حابه ابدا الان بالاسئله، انا حابه ابدا معك انت كذا بشكل مباشر، احكي لي عن تجربتك انت اولا في اختيار التخصص الجامعي، كيف كانت هذه المرحله بالنسبه لك عشان يستفيد معنا هنا المشاهدين اللي تخرجوا لهذه السنه. والله طبعا هي رحله صعبه اكيد. مثلا في الثانويه وفي المدرسه كنت أعرف أنه أنا مهتم بالكتب بالقضايا الاجتماعية والإنسانية. خلصت الثانوية جبت معدل قوي، فكان أمامي خيارين، يا طب يا هندسة طبعا، فوقعت على الهندسة يعني لأنه ما كنتش حابب الطب. وكان اختيار صحيح في وقته وفقا للمعطيات اللي أنا كانت موجودة عندي، اللي هي المعطيات الاقتصادية، الخلفية اللي أنا جاي منها، فالهندسة ممكن تجيب لي وظيفة براتب كويس وأحس بنوع من الاستقرار، وكمان مكانة اجتماعية كويسة، يعني واحد يمشي بالمسطرة حرفة دي هذه لها مكانة يعني. أيوه. فهذه الأشياء كانت مغرية بالنسبة لي، فرحت على الهندسة. فلما انتقلت للسويد كنت خلاص يعني أصلاً، أيضاً حتى أثناء دراسة الهندسة اكتشفت أن اهتمامي في القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية كبير جداً، أكبر من أي شيء آخر. فلما وصلت للسويد على طول كنت عارف أنه أكيد راح أختار، راح أبدأ من جديد رحلة جديدة في مجال أنا أحبه وحابب أقضي حياتي فيه. فكان طبعاً رحلة صعبة كثير في السويد أن أنا أختار التخصص اللي لأنه أنا مش عارف إيش اللي أنا حابه بالضبط. المجالات اللي أنا مهتم فيها اللي الاجتماعية والإنسانية في عشرات إن لم يكن مئات التخصصات اللي داخل المجالات هذه نفسها برضه. فأخذت مني فترة طويلة، درست كورسات كثير في الجامعة متنوعة على بال ما اختار التخصص أو ألاقي الحاجة اللي أقول واو هذه اللي أنا حابب أقضي حياتي فيها. بس برضه تفكير في الحياة المهنية والعمل أيضا جزء مهم كثير، لأنه مش فقط كافي إن أنا أدرس حاجة أنا أحبها، إنما مهم أيضا أن أفكر إيش اللي ممكن أشتغله في هذا المجال. فمثلاً هل أنا حابب أشتغل مع الناس ولا أشتغل فقط مع الكتب مثلاً والأفكار؟ هل أنا حابب أشتغل مع الناس؟ أي ناس طبعاً، الناس العاديين ولا الناس اللي عندهم مشاكل ولا الناس اللي هم يفتحوا بزنس مثلاً،
طيب برضو مين الناس هذو، أطفال ولا كبار في السن ولا الشباب ولا النساء ولا غيره؟ فهنا كان محتاج الإنسان إنه يحصر نفسه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وطبعاً بيستشير المختصين في هذا المجال. في تخصص هنا اسمه المرشد الدراسي، طبعاً بيدرس 3 سنوات عشان ويعرف كل التخصصات اللي موجودة تقريباً في البلد، عشان يقدر يوجه الطلاب إنه بيختاروا الحاجة اللي بتناسبهم على حسب اهتمامهم. فلحد ما لقيت في الأخير التخصص اللي حسيت إنه هذا هو اللي أنا حابب أقضي ال 35 سنة شغل من حياتي المتبقية قبل ما أروح على التقاعد طبعاً في هذا المجال. إن شاء الله يا رب أستاذ أنور. طيب من خلال تجربتك أستاذ أنور، ما هي معايير اختيار التخصص المناسب؟ والله عادة أنا أعتبر أنه دائماً معايير فردية، يعني ما فيش معايير جمعية. يعني كل إنسان عنده يكون ميول معينة ويكون شاطر بحاجة معينة، فمحتاج أنه يفهم نفسه أولاً ويفهم شخصيته عشان يقدر على أساسها يختار تخصص يناسبه. فما فيش وصفة جاهزة تنفع للناس كلها، وإنما الأفضل هو دائماً أنه كل إنسان يحاول يسأل نفسه قبل ما يسأل الآخرين أيضاً. وفي معايير مثلا ممكن اثناء دراسه الثانويه بتبين اشياء معينه، اذا واحد بيحب ماده الاحياء مثلا فممكن تكون المجالات الطبيه زي الطب او التمريض او طب الاسنان او الصيدله او ايا كان تكون مجال مناسب له. اللي بيحب الرياضيات والفيزياء ممكن تكون الهندسه، اللي بيحب الاشياء اللي مختلفه في هذا الشيء. فهنا ممكن الثانويه تعطي للطالب اشاره معينه، يعني نقدر نقول انه يكون الاختيار بناء على المحبه للمواد او على القدره في دراسه هذه المواد، ولا ايش رايك يعني؟ نعم بالضبط، الماده اللي بيحبها الانسان واللي هو ايضا عنده قدره انه يتفوق فيها. ايوه طيب، تعرف هذه المرحلة هي حساسة للشباب، خبراتهم يعني لا تزال صغيرة، كلهم أعمار 16-17 سنة. طيب كيف يعرف أنه فعلا أنه اختار التخصص اللي يناسبه؟ هو للأسف هذه عملية صعبة كثير للطلاب اللي بيدرسوا في اليمن أو تخرجوا في اليمن، أنه ما فيش التوجيه اللي الطالب مفروض يحصل عليه من الابتدائية والثانوية، أنه يعرف هو فين يعني أو إيش الأشياء اللي بتناسبه. فهنا طبعا كل طالب مفروض انه يشتغل على نفسه بنفسه يعني. يعني الان العالم مفتوح اكثر من على ايامنا طبعا، ففي انترنت ممكن واحد بيعرف اشياء كثيره، بيدور بيبحث في اشياء كثيره لحد ما بيلاقي التخصص اللي بيحس انه هذه حاجه حلوه كثير يعني. وعاده بيكون المستقبل صادم بالنسبه للناس كثير، يعني ممكن واحد يدخل تخصص فرص العمل فيه قليله جدا والرواتب سيئه، بس يكون متفوق ويفتح ويشق لنفسه طريق كبير جدا. ف يعني الحسابات هذه التقليديه انه الطب او الهندسه هي اللي بتفتح المجالات، هي الاشياء اللي بتعمل كذا، هذه حسابات يعني مش دائما صحيحه. طيب استاذ انور، في ناس يمكن الثانوية تساعدهم والمواد الذي بيتفوقوا فيها خلال المرحلة التعليمية هي الذي بتساعدهم انهم يحددوا ما هي التخصصات اللي تناسبهم، بس للأسف في طلاب يعني ما يعرفوش ايش هم يحبوا او ايش الذي يناسبهم. كيف نساعد هذول الطلاب لاكتشاف مهاراتهم علشان يعني هذا الشيء يساعدهم على تحديد التخصص المناسب؟ هذا سؤال صعب وكبير. هو عموما يعني برضه ما فيش وصفة، يعني أعتقد أنه الموضوع فردي، كل واحد يشتغل على نفسه. بس أحيانا ممكن واحد يدخل تخصص ويكتشف أنه مش هذا التخصص اللي يناسبني، فعادي أنه يغير. يعني أقصد مش نهاية العالم، مش أنه واحد دخل كلية معينة وأنه خلاص يعني one way ticket، يعني دخل ما فيهاش خارجة، عادي أنه واحد يغير يعني. لأنه عادة معظم الشباب بيدخلوا الجامعة بسن 19 أو في بداية العشرينات، فلسه أمامه حياة طويلة كثير، فما فيش داعي إنه يلصق ويضيع حياته بحاجة ما تناسبوش لمجرد إنه قد قضى فيها سنة يعني أو سنتين. أيوة. طيب تعرف التخصصات المهمة زي الطب والهندسة وغيرها من هذه التخصصات اللي لها إقبال كبير في السوق، كيف إن إحنا نحدد التخصصات ليس بناء على يعني على مكانة هذه التخصصات في سوق العمل، وكيف إن إحنا ما نسمح لها تأثر على اختياراتنا وعلى شغفنا وعلى ما نحبه؟ وخاصة يا أستاذ أنور، أنت قلت في البداية أنك تحصلت على معدل كبير مما اضطرك أنك عندك خيارين، يا طب يا هندسة، ولكن فيما بعد اكتشفت أنه عندك ميول أخرى وتحب جانب آخر مختلف تماما. يعني
أنت كصاحب تجربة؟ طبعا هو للأسف الشديد أن سوق العمل بيحدد كثير من خيارة الناس، لأنه يعني الناس محتاجين يعني أن يعيشوا حياة يكونوا مستقرين فيها ماديا، الاستقرار المادي مهم كثير، فالناس بيروحوا التخصصات هذه لأنه الفرص هناك أكبر والمكان الاجتماعي أكبر والرواتب أعلى يعني، فهذا واحد من الأشياء اللي بتحسم قرارات الناس. فمثلا لما اخترت الهندسة أكيد أنا مش نادم عليها الآن يعني، لأنه بالوقت اللي اخترته بالظروف اللي أنا كنت فيها كان هو أنسب الخيارات المتاحة أمامي يعني. تغيرت الظروف فغيرت التخصص ببساطة، لكن هو مفهوم كثير أنه الناس بيتأثروا بسوق العمل، لكن اللي أحب أذكر فيه كل واحد أنه حتى المجالات اللي رواتب فيها رديئة كثير فممكن أنه تشوف طريقك تكون متميز فيها وتعمل شيء مختلف عن الآخرين ويكون وضعك مختلف تماماً. أهم شيء أنه الإنسان يكون بيحب الشيء اللي بيعمله، ولما الإنسان بيحبه راح يبدع فيه أو يتفوق فيه يعني، بالغالب طبعاً مش كل الحالات. صحيح. طيب كيف نواجه ثقافة احتقار بعض المهن في اليمن التي قد تكون يعني تؤثر على خياراتنا في تخصصاتنا بعد الثانوية؟ نعم، هذه للأسف مشكلة كبيرة في اليمن، لأنه بتحصر الناس في خيارات ضيقة كثير يعني. أيوة. زي ما مثلا خيار الهندسة والطب، برضو مجالات الحياة كثير، مثلا على سبيل المثال الحلاقة أو فن التجميل هو فن يعني في العالم كله، ومش لازم الإنسان يجي من عائلة معينة عشان يهتم في هذا الشيء أو يكون عنده شغف فيه يعني. أيوة. فهنا يعني الأفراد أو الناس بينحصر خياراتها. أيضا حتى مجال الفن في اليمن والموسيقى اللي هو أيضا مجال إلى حد ما محتقر، فهذه بقى مشكلة كبيرة، بتحرم البلد أيضا من مواهب كبيرة، من فنانين، من إبداع في مجالات مختلفة محصورة على ناس بسبب أشياء ما اختاروهاش، ما فيش حدا اختار العائلة اللي بينتمي لها، فهذه للأسف مشكلة كثير بتضيع فرص للناس هذو، للشباب هذو اللي بيحبوا إن العالم يكون منفتح أمامهم أكثر، وكمان تحرم البلد من كفاءات كبيرة كان ممكن فعلا تضيف للبلد شيء كبير، لأنه لما نتكلم إحنا عن مستويات النمو أو التعدل أو التقدم في أي بلد معين، والشيء الفاصل الآن في هذا الزمن هو العامل البشري يعني، الزمن الموارد الطبيعية والأشياء هذه ما هيش كافية يعني لا. فإذا إحنا قاعدين بنتخلص من العامل البشري بثقافة تحصر الناس وتحرمهم من اختيار الأشياء اللي هم قادرين يبدعوا فيها ويضيفوا للبلد، فإحنا يعني إحنا بنقضي على الموارد اللي موجودة في هذا البلد ببساطة يعني. طيب أستاذ أنور، ماذا لو اضطر الطالب إنه يدرس تخصص لا يحبه يعني نتيجة ظروف معينة أو ضغط معين مثل ما أنت عارف يعني، كيف يستثمر هذا الشيء لصالحه؟ وخاصة إنه يعني صعب إنه الواحد يدرس حاجة يعني وشغفه وحبه حاجة ثانية، لكن أحيانا يكون مثلا ضغط الأهل أكبر أو بعض الظروف الأخرى أكبر من كل شيء. هو بتحصل حالات كثير انه الناس بيدخلوا تخصصات يعتقدوا انهم يحبوها عشان بيحبوها بالنص يعني، الجو الدراسة بالذات اذا في مدرس شاطر بيحاول يوصل المعلومات بطريقة معينة بيخلق شغف عند الطلاب وبيتحولوا الى انه يحب التخصص هذا اللي هو فيه يعني، وهنا يعني ايضا الجو الجامعي الزملاء والاشياء هذه بتخلي كثير من الناس بيدخلوا تخصصات وينبسطوا فيها بعدين وخلاص يعني، ويكون هذا هو خيارهم يعني ويكونوا راضيين عنه فعلا يعني في مرحله متاخره. بس في حالات يكون في درجه رفض كبيره انه الانسان فعلا ما هوش مبسوط باللي هو يعمله يعني، فهنا بيكون الموضع يعني انا انصح انه الانسان يغير او انه يستمر ويحاول يطور نفسه. الان عن طريق الانترنت في عدد هائل من الكورسات والتعليم عن بعد، فممكن الانسان يدرس الشيء اللي هو يحبه ايضا ممكن الانسان يدرس الشيء اللي يحبه ايضا بشكل موازي ويكون طور نفسه في مجالين معينين وبيقدر يلاقي فرص عمل في مجالات مختلفه يعني، انه بيمشي بالشيء بشكل تدريجي. لنفترض مثلا انه واحد بيحب الرسم او بيحب الفن او بيحب الكتابه، فمش معناه انه راح يطب خلاص انه ينتهي مشواره هناك يعني، فممكن يستمر بالاشياء هذه بطريقته، يتعلم كورسات عن بعد واشياء كثيره، وانه يقدر ينمي موهبته اللي ممكن في المستقبل بعد 5 أو 10 سنوات تفتح له طريق اخر ايضا. ف
فعلا هذه نقطة مهمة، وهي تتحول إلى حالة من الاستفادة وتعدد المصادر، بدل ما يكون في معك فقط مجال واحد يكون في عندك أكثر من مجال تتقنه وتبدع فيه. طيب نجي لعند معدل الثانوية، كيف إن إحنا ما نسمح للمعدل إنه يؤثر على اختياراتنا لتخصصاتنا، سواء كانت بالمعدلات العالية جدا أو ممكن المعدلات الضعيفة اللي أحيانا تخلي الطالب يشعر إنه خلاص أنا مش حدرس ومش ما فيش فايدة. هو للأسف حتى المعدلات الثانوية باليمن عندنا اعتباطية كثير، يعني أقصد الطريقة لتركيب المواد فيها، أنه واحد مثلا بيحصل على 100 في الرياضيات و100 في الأحياء و100 في القرآن و100 في اللغة العربية، يعني هذه في حاجة غلط في الموضوع أصلا، يعني كيف واحد ممكن يحب الأشياء اللي هي متناقضة إلا إذا نتيجة الثانوية هو الأكيد أنه ما تعبرش أي شيء عن تفوق الطالب أيضا. وهي للأسف النظام التعليمي نفسه كله بيحصر الطلاب، يعني أيوة. يعني في مثلا ناس ممكن يكون طبيب ناجح ويكون بس نتيجة الثانوية مثلا سبتوش، يعني لأنه يقدر درجة ضعيفة في الرياضيات اللي ما لهاش علاقة بالطب أصلا، يعني وبالتالي بتنحرم البلد من طبيب يكون ممكن يكون طبيب رائع وعنده شخصية طبيب، يعني بيهتم بحياة الناس لصالح، وطالب آخر عرف يخلص حاله وعرف إيش الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحانات يتوقعها وغيره وغيره. فهي نتيجة اعتباطية للأسف يعني كثير. لكن إذا احنا نتكلم الآن عن الأفراد، سواء جبت معدل قوي أو معدل ضعيف، فمفروض حاول تفكر إنه هذا الشيء مش هيحدد حياتك. كم ناس جابوا معدلات قوية جدا بالثانوي ويختفوا بعدها تماما، يعني وفي ناس جابوا معدلات ضعيفة وشقوا أنفسهم طرق في الحياة واسعة جدا. يعني معدل الثانوية، يعني أنا أذكر الشعور كم ناس كثير، وحتى لسه الآن عندي من عائلتي بيخلصوا الثانوية ويجيبوا معدلات ضعيفة أو قوية، وكيف هذه الأشياء بتأثر عليهم وبيحسوا إن نهاية العالم، يعني وبعضهم أول ما يدخل ثالث ثانوي يبدأ يعاني من مرحلة اكتئاب شديد، يعني وحالة رعب إنه يعني لازم أجيب معدل قوي، ويعتقدون إن هذا إنه نتيجة الثانوية هي كل حاجة في الحياة، مع إنه هي بس مجرد بوابة، وبوابة ما تعنيش أي حاجة أصلاً، يعني أستاذ غير إنها ممكن تفتح مجال لكلية الطب أو الهندسة فقط. يعني أستاذ أنور، للأسف الوقت يداهمنا، ولكن أشتي منك توجه هكذا يعني رسالة للأهل فيما يخص الدعم لأولادهم لمساعدتهم لاختيار التخصص المناسب بشكل سريع لو سمحت. يعني هو عادة احنا جيل الآن مختلف عن الأجيال القديمة، فرص العمل مختلفة تماما، في عدد هائل من التخصصات اللي ما يمكنش حصره الآن. ففكرة إنه واحد كان نفسه يكون طبيب فلازم ابني يكون طبيب، يعني هذه خلاص فكرة انتهت. يعني بحاول انك تربي تكتشف ابنك اللي بتربيه هو فين مجاله، هو ايش بيحب، مش الطفل اللي كان نفسك فيه. يعني واذا اكتشفته راح تلاقي منه حاجة ممكن تذهلك فعلا، يعني فاعطيه له فرصة يختار. يعني فعلا هذه يعني دعم الأسرة فعلا مهم جدا في التأثير، ليس مش بالتأثير السلبي ولكن بالإرشاد، وليس بالتأثير على اختيار تخصص يحبه الوالد أو الوالدة. فعلا كلامك رائع يعني الأخصائي الاجتماعي أنور العقاب، شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس. شكرا، في أمان الله. فعلا موضوع مهم وديان، وفعلا دائما نقول التخصص أو الرقم، رقم المعدل ليس نهاية العالم نهائيا، هناك أكثر من طريقة لنشق فيها يعني طريقنا نحو الأشياء التي نحن نحبها. كل التوفيق نتمناه لكل خريجي الثانوية العامة لهذه السنة في اختيار تخصصاتهم اللي يحبوها. اخترت التخصص اللي تحبي؟ أنا ما اخترت التخصص اللي أنا أحبه، لكن شقيت طريقي في وهذا أن أصل أكبر دليل إلى المجال اللي أنا أحبه. سبحان الله كيف يعني قادتنا الحياة. فعلا يعطيك ألف عافية سمية. شكرا. وبهذه الفقرة نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من صباح بلقيس. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله. في أمان الله.